طيب نروح بقى للنهاردة. كان في قرار مهم جدا. أنا دايما أحب أتعامل مع الأخبار المهمة اللي بيبقى فيها جدل بتساؤلات كتير. التساؤلات قبل النقد بيبقى أنت دايما عندك أسئلة فعايز تفهم والجمهور عايز يفهم، ودي شغلانتنا ننقل أسئلة الجمهور للسادة المسؤولين. اتحاد الكرة النهاردة أقر شكل المسابقات الجديدة. العنوان الرئيسي أنه ألغى الهبوط من القسم الثاني وعمل شكل جديد للمسابقة. كلمة إلغاء الهبوط بالنسبة للناس معناها أنه حصل تعدي ما على اللوائح، وأنه الأمر غير مناسب، وأن هم متوسمين دائما أنه هذه اللجنة، اللجنة الخماسية، هي لجنة تعمل للصالح العام. فقال لك الله، طب ليه بقى كده يا جماعة؟ هو احنا ليه بنعمل كده؟ هو احنا ليه بنلغي الهبوط؟ طب هو ايه الموقف؟ خليني اقول لك القسم الثاني ماشي ازاي. الهبوط مش الغاءه خالص في الدوري الممتاز الف، اللي هو الدوري الممتاز بتاعنا اللي احنا بنلعبه ده. لا خلاص، اللي هبط هبط واللي مكمل مكمل والدنيا خلاص مترستقه ومنتهيه. طب احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على القسم الثاني اللي هو الانديه اللي صعدت من القسم الثاني واللي المفروض تهبط من القسم الثاني. احنا بنتكلم في ثلاث مجموعات، كل مجموعه فيها 12 فريق. حلو كده. اللي حاصل انه وفقا للشكل الجديد بتاع المسابقه هيتم تصعيد ال 12 اول من القسم الثالث علشان يكملوا القسم ده دون هبوط اي من الفرق، وبالتالي يصبح مجموع الفرق اهو قدام حضراتكم اهو في ضوء دراسه سلبيات وايجابيات مسابقه القسم الثاني والثالث والرابع. ده قرار اتحاد الكره، قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. التالي اهو قدام حضراتكم على الشاشه. يلا هتقولنا. اولا القسم الثاني بيتكون من ثلاث مجموعات، كل منها هيتكون من 16 فريق باجمالي 18، يعني ال 36 فريق اللي موجودين مش هينزل منهم ولا واحد، اللي هم 12 12 12، و12 فريق الحاصلين على المركز الاول في المجموعات ال 12 بالقسم الثالث. هتقام من كل مجموعه من المجموعات الثلاثه دوري من دورين، يصعد اول كل مجموعه الى القسم الاول، وينتقد اللاعبين في 21 11 2020، فيما تبدا المباريات 25 11 2020. اللي بعده ثانياً، القسم الثالث يتكون من 178 فريق، 155 فريق زائد 23 فريق متأهل من القسم الرابع، يتم تقسيمهم ل 12 مجموعة، يصعد أول كل منهم إلى القسم الثاني، وانتهى القيد في 28/11/2020 على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020. القسم الرابع يتكون من 352 نادي زائد الأندية المنضمة حديثا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي، وانتهى القيد في 30/11/2020، تبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020. وده حاجة رائعة جدا جدا الحقيقة. رابعا تخصيص مجموعة لسيناء تشجيعا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة التمشية مع سياسة الاتحاد وأهدافه. سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث اعتبارا من موسم 21/22، يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة، وذلك فور انتهاء تصفيات القسم الرابع.